السلام عليكم المتابعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيا بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله وانتم كتفرجوا فيه. كنشكر الناس اللي دخلوا عندي جداد، كنشكر الناس اللي معايا من قبل، الناس القدام، كنشكر الناس اللي كيدخلوا عندي داخل الوطن وخارج الوطن، كنشكركم كاملين. شكرا لكم على التعاليق الزوينين والمحفزين اللي كتشجعوني باش دائما نجيب لكم الجديد ان شاء الله. رمضان كريم مبارك علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية، والله الحمد لله الله يدخل علينا بالصحة والسلامة وطولة العمر يا ربي، والرزق والهنا والصحيحة اللي هي أهم حاجة، هي الصحة والهنا. أما الشيء الآخر ماشي مشكل، ولكن الصحة والهنا هي أهم حاجة للإنسان باش كيعيش مرتاح. ونتمنى لكم دوزوا هذا رمضان إن شاء الله فرحانين ونشطانين، وما خصكم حتى خير إن شاء الله. اليوم ان شاء الله بلا ما نطول عليكم، المتابعين ديالي اللي اول مره كيدخل عند القناه ديال احلام خديجه تي في، ما تنساوش من الاشتراكات ديالكم، فعلوا الجرس باش اي حاجه درتها جديده توصل لكم ان شاء الله. اللي عندي قديم ما تنساوش من اللايكات ديالكم، كثروا لنا اللايكات باش يوصلنا لاكثر عدد المشاهده فضلا منكم وليس امرا. ونتمنى من الله هذه الفيديوهات اللي كنشاركها معكم يكونوا كيعجبوكم وتكونوا كتفرجوا فيهم وانتم فرحانين ونشطانين ان شاء الله يا ربي. ايوا المتابعين ديالنا، اليوم شفنا العائله ديال محبوبه جاوا من عند الام ديال رشيده، الحمد لله شافوها وخلوها فرحانه وما خصها تا خير الحمد لله. كنشكرهم لانهم حيوا معها واحد صله الرحيم في هذه العواشر، هذه احسن حاجه هما داكشي اللي داروا، الله يجازيهم بالخير، فرحوها وطلعوا عليها احسن حاجه داروها صراحه. ونتمنى لهم التوفيق والنجاح يا ربي، والله يسهل على اي واحد بغى شي حاجه الله يسهل عليه يا ربي. كنتمنى التوفيق لجميع الناس وخصوصا الناس اللي باغي الخير لاي واحد، كنشكرهم بزاف. كنشكر محبوبه دائما، كنشكرها بزاف على الخير اللي كيديروا في الناس، الله يجازيهم بالخير. والصحة فيض كما كيقول دائما، كيقول انا غادي نفضحكم، انا غادي نفضحكم الا مشيتوا، الا مشيتوا راني غادي نخرج بالاسرار، راه عندي اوديوات عندي فيديوهات، ولكن راه ما كاين حتى حاجه من داكشي اللي كيقول غير هضره، وداكشي كيبقى الله يستر الغيره ولا الحسد ولا شي واحد اللي كيدفعوا باش انه يخرج بداك الهضره اللي ما كايناش، الله اعلم. كما كتقول لمراتو راه هو باين، الام ديالها ما كانش عليها تصورها، الام ديالها باينه صراحه، الام ديالها ما باينه والو، باينه غير ظهرها، ما معروفاش كاع نهائيا، الوجه ديالها ما باينش نهائيا، وهما اصلا لو كان هي ما بغاش تبان واخا غير من ظهرها راه ما غاديش يصوروها، وهي راه بعقلها ما يمكنش هما غادي يجيو يصوروا بلا خبر ديالها، غادي راه ما كايناش نهائيا، واش هما غير داخلين في الباب وشدوا الكاميرا وحلوا الكاميرا وداخلين كيصوروا، هذه ما كايناش، بنادم ما يبقاش يقول شي حاجه اللي ما كايناش وما كانش حاضر فيها. الناس اللي ما عندهمش القنوات غير كيتفرجوا، راه ما كاينش شي واحد اللي غتوصل وغتجي تصوروا بلا خبارو، راه ما كايناش نهائيا، حتى كتجي وكتهضر معاه بانك غادي تصوره عادي، يمكن لك انك تصور الانسان، راه ما كاينش شي حاجه اللي غتوصل وتجي تصورها، حيت هما لو كان غير وصلوا وجا صوروها راه تقدر تتابعهم الا ما كانش في العلم ديالها، ولكن هما ما يديروش هذاك الشيء، ما يمكنش انهم غير وصلوا وغادي يجي يصوروها، واخا هي راه ما بايناش نهائيا، باين غير ظهرها. ولو كانوا ما تشاوروش معاها وعطاتهم الاذن وقالت ليهم انا وليداتي انا ما كنبانش الصوره ديالها كما كنبيناش في اليوتيوب ولا في السوشيال ميديا بصفه عامه، راهم هما ما غاديش يصوروها نهائيا، وداك الشيء كان عيبقى بين رشيده والام ديالها، منين دي غادي تسلم عليها راه ما غيبينوهاش للناس، ولكن راه هي بالعقل ديالها وراضيه انها تصور غير الوجه ديالها ما يبانش. وكما شفتوا المتابعين راهم كيشوفوا وكيفهموا واش هي باين منها شي حاجه، راه ما بايناش نهائيا، باين غير ظهرها ما معروفاش كاع نهائيا، وما معروفاش هو بايناش بزاف باش غتقول زعما راه بانت في هذيك اللقطه، وماشي مشكل الا بغات تبان، هي كتبقى حريه ديالها، كتبقى الحريه الشخصيه ديالها هي، ما يتحكم فيها حتى شي واحد، واي واحد بغى يبان راه هذيك يبقى الحريه ديالو،
وكاع الا بانت ماشي غتبان عريانه ولا غتبان في شي صوره اللي ما يقدرش يشوف فيها الانسان. امراه محترمه لابسه بيجامتها وكما شفتوا البيجامه واسعه ماشي شي بيجامه اللي مبينه مبينها ولا راسها عريان ولا المهم واخا يكون شتي واخا يكون كاع راسو عريان. الا كان الانسان محترم راسو وكيدير داكشي اللي هو راضي عليه قبل من اي واحد راه هو كيكون راضي على راسو ومقتنع انه غادي يبان يا في الوجه ديالو يا كيبان يا لابس دره يا محي الدره. مهم راه هو مقتنع بداكشي اللي كيدير وبنادم كيفكر في راسو اول حاجه وواحد الحاجه كترضيه هو وهو يكون مرتاح فيها عادي يمكن يفكر في الناس واش هما غادي يكونوا واش هما غادي يعجبهم ولا لا. والحمد لله الناس اللي كيحترموا راسهم راهما كيبانوا مستورين كيبانوا بيجاماتهم طوال اصلا ما كيبانوش كيبينوا كما كنقولوا كيشدوا من الظهر ولا شي حاجه وما مبينوها عاديه ما باين حتى شي حاجه اللي هي زعما غتحشم ولا شي حاجه اللي هي ما محترماش نهائيا. وما تبقاش تقولوا شي حاجه اللي ما كايناش هما مستحيل انهم غادي يوصلوا وغادي يصوروها بلا الخبر ديالها راه ما كايناش واخا يكون غير من الظهر راه ما يمكنش غير واش هما غيدخلوا وبداو كيصوروا وهي ما فراسهاش. لو كان ما كانش فراسها راه تقدر تكون عاضيه وجهها للكاميرا وما تكونش كاع فراسها ولكن هادشي راه ما كاينش وما يمكنش هما يديروها. ماشي شي ناس اللي هما غادي نقولوا زعما كيبغيو غير راسهم ولا كيبغيو يديروا داكشي اللي هكا حنا عارفينهم هما اصلا ما كيصوروا مع شي واحد حتى كيسولوه واش باغي تبان واش يمكن لك واش كتبان في عادي عندك تبان ولا ماشي عادي عاد كيصوروا مع الناس لا في اسبوع لا في اي حاجه راهم كيسولوا الناس اللي كيبغيو يبانوا راهم كيجلسوا في واحد الجهه بوحدهم اللي ما كيبغوش يبانوا حتى هما كيجلسوا في واحد الجهه وما كيبينوهمش نهائيا لا في الاسبوع ديالهم لا في العرس ديالهم لا في اي حاجه ديالهم في اي مناسبه ولا من غير المناسبه راهم ما كيبينوش البنادم اللي ما باغيش يبان كيسولوا وكيعطيوهم الاذن اللي كيبغي يبان راهم كيصوروه واللي ما كيبغيوش يبان راه ما كيصوروش حيت لا صورتي شي واحد وهو ما باغيش يبان راه يمكن يتابعك قانونيا ويجيب عليك الحق. هذاك الشيء علاش اي واحد كتبغي تصوره كتسولو واش باغي تبان ولا لا وكيبقى كتبقى الحريه الشخصيه ديالو هو. الا كان كيبغي يبان راه غادي يبان معاك والا ما كانش باغي يبان راه ما غاديش يبان معاك. وهذا الشيء اللي كاين وهذا الشيء اللي كنديروا حنايا اللي عندهم القنوات وعارفين هذا الشيء راه ما يمكنش غتوصل وتصوري شي واحد كاع داك الكاميرات الخفيه اللي كنشوفوها ولا في هذا في اليوتيوب هكا ولا في الفيسبوك ولا في اي حاجه راه ملي كيصوروا راه واخا يكون كيصوروا على غفله راه ملي كيبغي يحط الفيديو راه قبل ما يحط الفيديو راه كيسولوا واش تبغيني نحط هذا الفيديو ولا ما نحطوش. الا وافق داك الشخص اللي صوروا على غفله الا قال ليه ماشي مشكله راه كيحط الفيديو الا قال له ما باغيش نبان راه ما كيحطش الفيديو. كاين اللي كيديروا واحد الباب على الوجه ديالو باش ما يتعرفش شكون وداكشي كيبقى حريه الشخصيه ديالهم. داكشي كل واحد ما يمكنش واحد غتجي وتصوروا وتقول راني ما سولتوش وغادي نحطو عادي راه ما كاينه شي حاجه اللي هي عاديه. كاين اللي كيبغي يبان وكاين اللي ما كيبغيش يبان وهما وكل واحد كيبقى مسؤول على راسو وما يمكنش غتبزز على شي واحد شي حاجه نهائيا. كما حنا نهار اللي مشينا لعندهم كانوا كيصوروا في السطح مشينا على غفله وكيناهم كيصوروا في السطح وهو حسن الله يجازيه بالخير والله العظيم قال لهم واش البنات كيبانوا الا كانوا كيبانوا يطلعوا لعندنا الا ما كانش كيبانوا هذاك ماشي مشكل. حنا كما كتعرفونا راه حنا كنبانوا عادي الحمد لله محترمين راسنا ما كنديروش شي حاجه اللي غادي نحشموا عليها. طلعنا عندهم صورنا معاهم اول نهار صراحه بالله وحنا كنبانوا كما قلت لكم هما ماشي غير يوصل وانه غادي يصورك واخا ما تكونش كتبان هذه راه ما كايناش نهائيا. ونتمنى من الله انكم الله يهدي النفوس. شوف اخويا حسن انا كنقول ماشي اخويا حسن شوف اخي حفيظ الله يجازيك بالخير رمضان هذا وبركه من المعاطيه هذا الشيء راه ما غاديش يوصلك حتى لشي نتيجه راه صراحه غير كتشوه براسك وكتزيد الناس كيضحكوا عليك والله العظيم. كنتمنى انك تدخل الكومونتيرات كنقولها لك في اي فيديو راني كنقول لك هذا الكلام هذا دخل الكومونتير اللي كيكتبوا لك الناس في الفيديوهات اللي كتصور انت ماشي في الفيديوهات ديال محبوبه ولا ديال حسن ولا ديال المهم ديال محبوبه كامله.
كنظن الاغلبيه ديال الناس راه ما متفقينش معاك في هذاك الشيء اللي كدير، وما كيشجعوكش انك تخرج بهذه الخرجات بحال ما هكا كتعاير وتسب، سواء في رمضان ولا من غير رمضان. ماشي الله كاين في اي وقت، ماشي كاين غير في رمضان، ولا خصنا نحشمو ولا خصنا نديرو في اي وقت. غير هو رمضان كيكون واحد الشهر اللي هو كيكون ديال العباده، كيكون ديال الصلاه، كيكون ديال قراءه القران، كيكون فيه داكشي كتير. ولكن الله راه موجود في اي عام وفي اي شهر وفي اي نهار وفي اي دقيقه وفي اي ثانيه، راه موجود معنا، وكاينين الملائكه وكيقيدوا لنا على اليمين وعلى اليسار. راه في اي وقت كتقيدنا السيئه والحسنه، خاصنا زعما الحاجه اللي ما كايناش ما يبقاش يقولها وهذيك راه اختك. انت بالعكس خصك تكون فرحان الا شتي اختك فرحانه، خصك تكون فرحان الا شتي اختك عندها، خصك تكون فرحان اختك الا شتي لاباس عليها، خصك تكون فرحان الا شتي راجلها كيعاملها بواحد المعامله اللي هي زوينه، واحد المعامله اللي هي كاين الاكثريه ديال الناس اللي ما لقاوش هذه المعامله ديال حسن مع رشيده. خاصك تكون مفتخر بها ومفتخر بحسن ولا بالعائله ديالهم كامله، ولكن انت داير العكس. انا ما عرفتكش شنو هو هذا الشيء هذا صراحة. الله والله العظيم ما تخليش ان شي واحد انه يسيطر عليه وتبقى تخرج بشي حوايج اللي ما كاينينش. في الاول كنت كتقول انا غادي نتحداك الى مشيتي، راني عندي اسرار وعندي فيديوهات وعندي شحال من حاجه غادي نفضحكم بها. صراحة الله لحد الان رحنا عارفين ما كاين لا فيديوهات لا اسرار لا نصب لا حتى شي حاجه. هما الناس الحمد لله ناجحين في الحياه ديالهم. داكشي كيبقى الحسد والغيره، وصراحة الله ونكران الخير اليد اللي كتمد لي كتنكرها، ما فهمتكمش انا صراحة الله. والله العظيم هذا هو السبب لانكم نطو كتضربوا في محبوبه بصفه عامه. الحسد والغيره ونكارين الخير هما اللي كينوضوا وكيبقاو يهضروا بشي هضره اللي ما كايناش وما عندها حتى علاقه بالدنيا وما عندها حتى علاقه في الموضوع نهائيا. غير اجي افهم وقول الهضره بزاف، وشي حاجه اللي هي مفيده ما كايناش، شي حاجه اللي هي يشجعوك الناس عليها ويقولك برافو راه هي حتى هي راه ما كايناش. انا كنقول لك راه غادي يشجعوك غير القنوات اللي باغين فيك الخدمه وباغين فيكم الخدمه باش يطلعوا الادزوز ديالهم عليكم، وهذا الشيء اللي كاين. وانا كما كنقول لكم دائما انا ما كنعاير حتى شي واحد وما كنسب حتى شي واحد، انا كلام الحق هو اللي كنقولو. وفي هاد الناس ديال محبوبه لاننا حنا عشنا معاهم وشفنا التعامل ديالهم معانا ولا مع كاع الناس اللي عندهم غير القنوات، كاع الناس اللي عندهم القنوات واحد التعامل اللي ما نقولكمش عليه كي داير، وربي شاهد على هاد الكلام اللي كنقول. الا زدت عليهم شي حاجه لا في التعامل ديالهم داكشي راه ربي كاين وغادي نتحاسب على هاد الكلام اللي كنقول. لاننا حنا راه حنا مشينا لعندهم، هاد الكلمه كنقولها شي 700 مره وفي اي فيديو كنديرو راني كنقولها هاد الكلام هذا. كما كنقول لكم دائما حنا مشينا وعشنا معاهم وشفناهم، راه الله يعمر لهم الدار صراحه الله. وكيقولوا لنا واش كاين شي واحد عباد الله غتمشي لعندو وما عمرو عرفك، ما عمرو تلاقى معاك، ما عمرو انه شافك شي بلاصه، ولا عمر كان شي لقاء من غير هذاك النهار هذاك. وكيقول لك هالكوزينه طيبوا اللي بغيتو، هالمواعن، هالمهم اي حاجه احتاجيتوها في المواعن، اي حاجه احتاجيتوها في الكوزينه راها كاينه هنايا، مرحبا بكم، وطيبوا اللي بغيتو وصوروا اللي بغيتو. ومني تبغي تصوروا وتوجدوا راسكم عيطوا علينا نتصوروا معكم، راه هذه ما يديرها حتى شي واحد صراحه الله. والله العظيم اللي كيقول شي كلام فيهم خايب، راه ما عرفتكمش انا والله العظيم، راكم غادي تحسبوا على هذا الشيء هذا. لانهم واحد الناس الله يعمر لهم الدار. احنا كنا زعما ماشي عائلتنا ولا زعما كنعرفوهم، زعما حنا مثلا كنشوفوهم في الفيديوهات ولكن هما ما كيعرفوناش، كنظن ما عمرهم شافونا يمكن في الفيديوهات، عمر ما يكون شافونا لان القناه ديالي باقا صغيره، ما كتكونش معروفه مزيان، ماشي بحال القناه كبيره كتكون معروفه كيكون عندها المتابعين بزاف. كما انا عندي متابعين نتوما عارفين ما معروفينش بزاف، ومشينا عندهم وتعاملوا معنا احسن معامله، وكيرغبوا في المتتبعين ديالهم، كيقولوا متابعوا هذه القناه شجعوهم دعموهم باش حتى هما يطلعوا، وكيفرحوا للناس اللي كتطلع عليهم القناه ديالهم كيفرحوا. والله العظيم واحد النهار شي قناه طلعت في طوندونس عندهم نيت، وطلع ام حليمه في الدروج كتموت بالفرحه وكتقول الحمد لله راه القناه طلعت في الطوندونس،
راه ما كاينش شي واحد اللي غيفرح لك وهما راهم كيفرحوا للناس اللي كيمشيو لعندهم وكتطلع لهم القناه راهم كيفرحوا. واي واحد كيدير الخير لشي حد وكيشوفه بحال اللي كينجح اللي لقى ديالو مزيان راه كيفرح وكيفرح لهذا الشيء هذا. هذاك الشيء كنقول لكم ما تظلموش محبوبه تي في، راهم من احسن الناس ومن اطيب خلق الله، حيت هما لو كما كانوش ناس مزيانين راه اللي كانوا هما كانوا نصابه راه ما غاديش يطلعوا. واش عمركم شفتوا شي نصابه دايرين الفيلات ودايرين الديور ودايرين العمارات ودايرين؟ راه حتى الوجه ديالهم كيبان لك واحد الوجه معروف عليه نصاب، راه النصاب غير كتشوفوا في الوجه ديالو راه كتعرفوا نصاب، كتعرفوا شفار. ولكن حيت اللي كيكون شفار راه ما كتزاد عليه والو، حيت كما كنقولوا الحرام كيمشي في الحرام. ولكن نتوما كتشوفوا الحمد لله ربي عاطيهم الخير، الله يزيدهم، حنا ما نحسدوهمش نهائيا، حنا ما كنحسدوهمش نهائيا، الله يزيدهم الخير. انا غير كنبغي نوضح لكم وصافي، حيت لو كان هما كانوا خايبين وكانوا ما كيديروش الخير في الناس راه ربي ما غاديش يعطيهم رزق وما تعطيهمش واحد النور في الوجه ديالهم. شوفوا غير الوجه ديال المحلمه تبارك الله عليها، راه كاينين اللي صغار وما عندهمش داك النور اللي في الوجه ديال المحلمه ولا بو محمد ولا العائله ديالهم كاملين، ومن الصغر حتى للكبير عطيهم الله واحد النور في الوجه ديالهم بسبب الافعال ديالهم والتعامل ديالهم مع الناس. والله يجازي اي واحد دار شي حاجه زوينه في اي واحد، الله يجازي بالخير والله يجعلها له في ميزان حسناته ان شاء الله. وبلا ما تبقى تظلموا الناس، عطيهم اتساع، واللي بغى يطلع القناه ديالو يطلعها بالخدمه عليها. انا فقط كنقول كلمه ديال الخير ديال الحق وكلمه الخير وكلمه الحق في هذوك الناس، لانهم تعاملوا معنا احسن معامله. وكنظن اي واحد كما تعاملوا معنا حنا غادي يتعاملوا مع اي واحد جال عندهم، ما غاديش يسدوا في وجهه الباب. حنا عارفينهم من الناس الخير، ناس الكرم، من الناس اللي كيفتحوا الباب ديالهم في وجه اي واحد مشى لعندهم. والله يجازيهم بالخير، والله يجازي اي واحد كيدير الخير بشي حد، الله يجازيكم بالخير. وكنتمنى لكم رمضان مبارك كريم، وان شاء الله حتى نتلاقاو فيديو اخر وشي فيديو جديد يكون ان شاء الله مغاير على هذا الفيديو هذا. نسمعوا حافظ انه دار عقله ودخل سوق راسو بعد من خطو عطاهم تيقر لخطو ولا نسيبو اللي هو حسن ولا محبوبه بصفه عامه، عطاهم اتساع لانهم هما بعيدين على هذه المشاكل هذه. والله درت ولد الخير وصافي، الله يصفي القلوب ومع السلامه.